يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون متى متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على اكتافه الاما ثقيله انا وانت من جمله اسبابها الكوفه بانتظارك يا امام وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور ولا صلاه الا بطهور نحن نتوضا ونصلي ولكن من دون نظره عينيك فصلاتنا بلا طهور وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الانوار يا سر الاسرار متى الاشراق؟ من عقل مفتاق من قلب مشتاق ولسان تتدفق منه الاشواق سلام عليك سلام عليك سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه الحلقة التاسعة بعد العاشرة بعد الثلاثمائه البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبي اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطه الاحرار في فناء امامك البراءة الذهبية طلق منهج اصحاب العمائم الابليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه ان كنت راغبا في امامك رساله من اخت عزيزه فاضله من السعوديه تشتمل على اسئله ساجيب على سؤالين منها الوقت لا يكفي للاجابه على كل الاسئله السؤال الاول يرتبط بما ذكرته في برامج متقدمه بخصوص امامه الصديقه الكبرى امامه فاطمه صلوات الله وسلامه عليها من جمله ما ذكرته من ادله من حقائق ترتبط بهذا الموضوع ما جاء في توقيع شريف من توقيعات امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه اقرا عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الانوار للمجلس الطبعه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 180 إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في رسالة يبعثها إلى شيعته زمان الغيبة الأولى أعني الغيبة الصغرى الرسالة تتحدث عن إمامته وعن إنكار بني عمومته لإمامته إمام زماننا هكذا يقول وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة ما ذكرته بخصوص هذا التوقيع من أن الإمام المعصوم لا يمكن أن يتخذ أسوة له إلا أن تكون الأسوة في مقام الإمامة والعصمة وفي درجه ورتبه اعلى من درجته ورتبته هذا هو الذي تحدثت به بشكل مجمل يمكنكم ان تعودوا الى احاديثي التي فصلت فيها الكلام المقام هنا مقام الاجمال وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه واله لي اسوه حسنه. هذا الكلام جاء في سياق واضح في الرساله نفسها وهي رساله طويله تحدث فيها امام زماننا عن امامته وعن الذين ينكرون امامته. يخاطب الشيعة فيقول: ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتلي الضال يتحدث عن عمه الذي يعرف بالكذاب بجعفر الكذاب لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعه الظالم العتلي الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءه عمله وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار الكلام واضح يتحدث عن امامته التي ينكرها الهاشميون من بني عمومته جعفر واولاده ومن كان راضيا بذلك الكذاب من الهاشميين وغيرهم فاطمه هي الاخرى لا اتحدث عن نواصب سقيفه بني ساعد اتحدث عن الشيعه الذين يقولون نحن شيعتها انكروا امامتها من هنا امام زماننا جعلها اسوه له مثلما الهاشميون والشيعه ينكرون إمامة فاطمة فكذلك إمام زماننا أنكر إمامته الهاشميون ومن كان من الشيعة مع الهاشميين وجه الأسوة واضح وواضح جدا والإمام هنا في مقام الحديث عن أسوة حقيقية الإمام يتحدث عن إمامته وجاء بفاطمة أسوة حقيقية له، السؤال السؤال من أنه قد ورد في الروايات والأحاديث عن أن هارون النبي عن ان هارون اخا موسى كان اسوه لامير المؤمنين فكيف نستطيع ان نستدل بالتوقيع الشريف على امامه فاطمه اذا كان هارون اسوه لامير المؤمنين كما جاء في الروايات فهذا سيقدح في الاستدلال الذي ذكرته لكم هذا كتاب سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة الطبعة التي حققها محمد باقر الانصاري انها الطبعة الثانيه مطبعة الهادي قم المقدسه 1416 هجري قمري في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة مئة وثمانية وستين ثم أقبل النبي صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام فقال يا علي إنك ستلقى بعدي من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك فإن لم تجد أعوانا فاصبر فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك إلى التهلكة فإنك مني بمنزلة هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنة. إنه قال لأخيه موسى: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ولك بهارون أسوة حسنة وأيضا جاء في الكتاب نفسه صفحه 665 من كلام امير المؤمنين مع الاشعث بن قيس فأكرهوني وقهروني انه يتحدث عن سقيفه بني ساعده فاكرهوني وقهروني فقلت كما قال هارون لاخيه يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلي بهارون اسوه حسنه الى اخر كلام امير المؤمنين واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه واله ومن كلام سيد الاوصياء من ان هارون قد ذكر هنا في هذه الكلمات الشريفه من انه اسوه لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فاذا كان هارون اسوه لامير المؤمنين فليس هناك من ضروره ان يكون ذكر فاطمه في رساله صاحب الزمان وفي ابنه رسول الله لي اسوه حسنه ليس هناك من ضروره تدل على اشتراط الامامه في فاطمه لان الامام الحجه اتخذها اسوه له فهارون في المنزله دون امير المؤمنين ومع ذلك صار اسوه لامير المؤمنين مثلما جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وعن أمير المؤمنين نفسه صلوات الله عليه الكلام ناتج عن شبهة وإلا فإن التوقيع الشريف له سياقه الخاص وكلام رسول الله وكلام امير المؤمنين عن ان هارون اسوه لسيد الاوصياء له سياقه الخاص به كيف يكون ذلك؟ سأقرب الفكره بمجموعه من الامثله مفاتيح الجنان هذا اذا ما قرانا في زياره السيده نرجس والده امام زماننا ماذا نقرا فيها السلام عليك ايتها الصديقه المرضيه السيده نرجس صديقه وهذا الاطلاق اطلاق حقيقي عليها السيده نرجس مرضيه مرضيه عند محمد واهل محمد والمرضي عند محمد واهل محمد مرضي عند الله السيده الطاهره نرجس صديقه صديقه بالمعنى الحقيقي الكامل مرضيه صلوات الله عليها بالمعنى الحقيقي الكامل لكن لا وجه للمقايسه فيما بين هذه الإطلاقات وما جاء في زيارة الصديقة الكبرى نحن نقرأ في زيارة أم الحسن والحسين السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية فهي صديقة ومرضية، لكن العناوين هنا لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين العناوين هنا، السيدة نرجس صديقة بتمام معنى الحقيقة، مرضية بتمام معنى الحقيقة ولكن بحسبها، بحسبها في سياق مقامها في سياق منزلتها لا وجه للمقايسه بين الصديقه في زياره الزهراء والمرضيه في زياره الزهراء هذه لغه اخرى لغه ثانيه الصديقه هنا في وصف فاطمة بنت رسول الله هذا شيء اخر المرضية كذلك من هنا فإن اللغة في ثقافة العترة ليست بحجته ليست بحجته الحجة معاريض كلامه اللغة حجة بحدود ما يثبت لها من حجية بحسب قواعد التفهيم عند العترة الطاهرة وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير ان نجعل الدين والعقائد والفقه ان نجعل كل ذلك رهين اللغه هذا هو دين الاعراب اما دين العرب وهو دين محمد وال محمد هم يقولون نحن وشيعتنا العرب لا يتحدثون عن قوميه هنا وعن انتماء قبلي المراد من العرب الوضوح مثل ما يقال اعرب فلان عن رايه بينه بشكل واضح نحن وشيعتنا العرب ديننا عربي قراننا عربي وليس اعرابيا المنهج العمري هو المنهج الاعرابي حين قال حسبنا كتاب الله اعتمد اللغه إنها مرحلة التنزيل مرحلة البدو مرحلة الأعراب أما مرحلة التأويل هي مرحلة العرب مرحلة الإعراب والبيان فقهنا فقه العترة فقه عربي مثلما قرآننا قرآن عربي فقه سقيفه بني ساعده وفقه سقيفه بني نجف بني طوسي فقه اعرابي اعرابي في زياره ام القائم صلوات الله على القائم وامه السلام عليك ايتها الصديقه المرضيه صديقه صديقه صديقه, صديقة مرضيه 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 بحسب سياق مقامها وفاطمه فاطمه الزهراء ام الحسن والحسين صديقه 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 بحسب السياق الفاطمي الاكبر مرضيه بحسب السياق الزهرائي الأعظم العناوين هنا شيء وهناك شيء آخر حينما نزور نوحا النبي اذا ما ذهبنا الى النجف من جمله اداب زياره امير المؤمنين ان نزور الانبياء الذين هم في جواره ونوح في جواره اقرا عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نسلم عليه السلام عليك يا شيخ المرسلين هل هذا يعني ان محمدا صلى الله عليه واله داخل في المرسلين هنا ما هو رسول مرسل ايضا هذه العناوين تقال عنه في الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول ما هذا العنوان ينطبق على محمد صلى الله عليه وآله هو رسول ومرسل وحامل رسالة من الله فهل هو داخل هنا السلام عليك يا شيخ المرسلين ونوح النبي يكون شيخا لمحمد صلى الله عليه واله هذا الكلام منطقي اي كلام من هذا هارون نبي من انبياء بني اسرائيل نبي من انبياء بني اسرائيل وهو دون موسى في المنزله هارون نبي من انبياء بني اسرائيل ابراهيم الخليل سيد انبياء بني اسرائيل وابوهم سيدهم وابوهم ابراهيم الخليل في الكتاب الكريم معدود من شيعه نوح ابراهيم من شيعه نوح ما انا الذي اقول القران هو الذي يقول اذا ما ذهبنا الى سوره الصافات وفي سياق الحديث عن نوح النبي سلام على نوح في العالم التاسعة والسبعون بعد البسملة من سورة الصافات وما بعدها سلام سلام على نوح في العالم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته الضمير يعود عليه على نوح وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم سلام على نوح في العالم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم من شيعة نوح ابراهيم سيد انبياء بني اسرائيل وابوه وعظيمه هو من شيعة نوح النبي لان نوح النبي هو شيخ المرسلين وهو أفضل المرسلين ولكنه في يوم القيامة حينما يطلب منه الشهادة على رسالته من الذي يشهد له؟ بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد له الحمزة والطيار جعفر هؤلاء يشهد له الحمزة اسد الله واسد رسوله والطيار جعفر هذان هما الشاهدان للأنبياء كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه الرواية في الكاف الشريف في الجزء الثامن من الكاف الشريف الشاهدان للانبياء حمزه وجعفر وهما وهما صلوات الله عليهما وهما وهما يغبطان يغبطان من يغبطان العباسه ابن امير المؤمنين على منزلته. هارون نبي من انبياء بني اسرائيل وموسى اعلى منزله منه وابراهيم الخليل سيد انبياء بني اسرائيل وابوهم وعظيمهم وكريمهم وهو من شيعه نوح ونوح شيخ المرسلين الشاهدان له حمزة وجعفر وحمزة وجعفر مع علو منزلتهما يغبطان العباس بن أمير المؤمنين لعلو رتبته في يوم القيامة فأين وجه المقايسة بين علي وهاره هذا سياق واضح لا حاجة لأن نقف عنده طويلا هذا الكلام تمثيل تقريبي للمتلقي لهذه الأمة لهذه الأمة هذه الأمة التي ظلمت عليا ظلامه لا تماثلها ظلامه مثلما يضحي امير المؤمنين بدمه فانه يضحي بمنزلته في اطار التعليم والتمثيل هذا سياق سياق خارج عن مضمون الحقيقه انها المداراه في اوضح صورها اما رساله امام زماننا فلم تكن في مقام المدارات انها في مقام بيان الحقيقه الواضحه هذا سياق وهذا سياق اقرا ايضا من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران إنه الباب السابع والمئة جاء فيه هذا الحديث عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن محمد بن يحيى العطار عن بعض أهل الري قال دخلت على أبي الحسن العسكري إنه إمامنا الهادي فقال اين كنت دخل عليه في سامراء فان امامنا الهادي كان في سامراء وهذا الرجل من اهل الري كان قادما من الري لزياره سيد الشهداء في العراق وبعد ذلك عرج على سامراء الامام يقول له اين كنت فقلت زرت الحسين بن علي فماذا قال له امامنا الهادي فقال اما انك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم انه عبد العظيم الحسني اما انك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين هذا الكلام واضح ليس هناك من مقارنه بين عبد العظيم الحسن وبين الحسين لا وجه للمقارنه مثل هذا يرد في كلماتهم واحاديثهم لبيان حقيقه لالفات النظر الى اهميه موضوع من الموضوعات بحسب ما يفهمه المتلقي. الامام يريد ان يبين علو منزله عبد العظيم الحسني هو لا يقارن بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين لان القضيه هذه واضحه عندنا لا تحتاج الى اثبات لا تحتاج الى ادله. لا يمكن ان نقايس بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين باي وجه من الوجوه هذا كفر كفر صريح لا يمكن المقايسه الامام هنا اراد ان يلفت النظر الى علو منزله عبد العظيم الحسني وربما خاف الامام على شيعته في الري ان ياتوا الى العراق خصوصا حينما كانت الاخطار داهمه زمان المتوكل العباسي في ايام امامه امامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه على اي حال بغض النظر عن الدخول في هذه التفاصيل فهذا الكلام واضح له سياقه الخاص به هذا لا يمثل سياق الحقيقة هذا سياق من أسيقة ومن سياقات المدارات الواضحة والجلية وهكذا نقرأ في زيارته في زيارة عبد العظيم الحسني اقرا عليكم ايضا من مفاتيح الجنان السلام عليك يا ابا القاسم ابن السبط المنتجب المجتبى السلام عليك يا من بزيارته ثواب زياره سيد الشهداء يرتجى الائمه جعلوا له هذه المنزله وجعلوا المنزلة لزيارته ان ثواب زائره لمن كان قريبا منه كثواب زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكن هل هناك من مقايسة بين عبد العظيم الحسن وبين الحسين كلام تافه سفيه هذا كلام تافه وسفيه هذا الكلام لا وجه للمقايسه بين الحسين وبين عبد العظيم الحسني هذا من شيعته من شيعه الحسين هارون من شيعه ابراهيم وابراهيم من شيعه نوح هو نوح الشاهد له حمزه وجعفر وحمزه وجعفر هم في حاله غبطه لقمر الهاشميين الكلام واضح واضح جدا واضح جدا هناك سياق الحقيقه وهناك سياق المدارات وهذا نعرفه من خلال لحن الكلام من خلال معارض قولهم وكلامهم الحجه ابن الحسن العسكري في حديثه ولولا ما عندنا من محبه صلاحكم الى ان يقول مما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال إلى أن يقول الظالم الغاصب وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة هذا سياق الحقيقة سياق الحقيقة الواضح اما الحديث عن ان هارون يكون اسوه لامير المؤمنين هذا سياق المداراه الواضحه مثال يضرب لهذه الامه امير المؤمنين ليس له من اسوه الا رسول الله والا نفسه مثلما دعا رسول الله لامير المؤمنين حينما طلب منه ان يدعو له بالمغفره كل ذلك اسماع للامه فكيف دعا له اللهم اغفر لعلي بحق علي اللهم اغفر لعلي بحق علي علي هو اسوه علي اسوه علي محمد وعلي وليس له من اسوه اخرى هذا علي العلا والمعالي الكلام في سياق المدارات الواضحه نذهب الى فاصل عن الهيثم بن واقع عن مقرر قال سمعت ابا عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء, جاء ابن الكوائي, الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه الله عليه, عليه فقال يا أمير, يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم, بسيماهم ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل, عز وجل الا بسبيل معرفتنا, معرفتنا ونحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل, عز وجل يوم القيامه على صراط فلا يدخل, يدخل الجنه الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار الا من انكرنا وانكرناه ان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا او فضل علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس الى عيون كدره يفرغ بعضها في بعض وذهب, وذهب من ذهب, من ذهب إلينا, إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها, ربها لا نفاد لها ولا انقطاع في رجال الكشي هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي. إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران، إيران، صفحة 594، رقم الحديث 1111. زكريا ابن آدم الأشعري القمي. من خواص امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو يقول قلت للرضا اني اريد الخروج عن اهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم اراد الخروج من مدينه قم كانوا يؤذونه اني اريد الخروج عن اهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم الامام ماذا قال له امامنا الرضا فقال لا تفعل فان اهل بيتك انه يتحدث عن قم لان الاشاعره كانوا قد ملاوا قم فقال لا تفعل فان اهل بيتك يدفع عنهم بك يدفع عنهم يدفع عنهم البلاء كما يدفع عن اهل بغداد بابي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هل انا بحاجه الى ان اقول لكم من انه لا وجه للمقايسه بين باب الحوائج وبين زكريا ابن ادم زكريا ابن ادم من اقرب الناس الى محمد وال محمد لكنه من شيعتهم حاله كحالي وحالكم الامام هنا يريد ان يبين اهميه موقعه في قوم اهميه موقع زكريا بن ادم في قوم والا لا وجه للمقايسه الامثله تضرب ولا تقاس وهذا حقيقي ساضرب لكم مثالا لتقريب الفكره لا اريد القياس عليه لو جاء احد وقال لي قارن بين القران والغائط هل هذا الكلام منطقي قلت لكم هذا مثال لا اريد القياس عليه وانما اريد تقريب الفكره فان الامثله تضرب ولا يقاس عليها هل هذا الكلام منطقي؟ ما هو وجه المقارنة بين القرآن والغائط؟ كلام مرفوض جملة وتفصيلا. انني اتحدث في اجوائنا نحن المسلمين. لا وجه للمقارنة بين القرآن والغائط. لا في الجانب المادي ولا في الجانب المعنوي ولا في الجانب الحقيقي ولا في الجانب المجازي ولا في اي جهه من الجهات التي حتى لو كانت في عالم الخيال فلا مجال للمقايسه بين محمد وال محمد وغيرهم لا يقاس بهم احد لا يقاس بهم احد مطلقا في جميع الاتجاهات فحينما يتحدث امام زماننا عن امه فاطمه انه يتحدث عن نفسه هذا حديث فيما بين محمد وال محمد حينما تأتي الروايات لتجعل من هارون أسوة لأمير المؤمنين هذا حديث ما بين محمد وآل محمد وشيعته الكلام واضح هذا سياق وهذا سياق سياق الحقيقة شيء وسياق المداراة شيء آخر أجنبي عنه بالمرة الإمام الرضا حينما وصل إليه خبر موت المفضل أتحدث عن المفضل ابن عمر فماذا قال الإمام الرضا صلوات الله عليه بعد أن ترحم عليه ومن أنه استراح من هم الدنيا وغمها رضوان الله تعالى على المفضل لقد آذاه الشيعة كثيرا كبار علماء الشيعة آذوا المفضل كثيرا على أي حال فماذا قال إمامنا الرضا كان الوالد بعد الوالد هل هناك من مقايسة بين المفضل وإمامنا موسى بن جعفر هذا كلام يراد منه بيان علو منزله المفضل ولا يراد من هذه الكلمات دلالتها اللفظيه في سياق الحقيقه هذه دلاله لفظيه في سياق المدارات تلك هي معارض كلامهم هناك فارق بين سياق الحقيقه وبين سياق المداراة إمامنا الحسن العسكري حين كتب رسالة إلى علي بن بابويه القمي إنه والد الشيخ الصدوق ماذا كتب له في مقدمة الرسالة إلى فقيه وشيخي ومعتمد إلى آخر الرسالة فهل كان علي ابن بابويه القمي كان فقيها لإمامنا الحسن العسكري وكان شيخا له هذا كلام يريد إمامنا الحسن العسكري أن يظهر من خلاله علو منزلة ابن بابويه عند الإمام الحسن العسكري وليس الحديث عن دلاله اللغه هنا في سياق الحقيقه هذا هو سياق المدارات وسياق المدارات هو لون من الوان معارض كلامهم كما ان سياق الحقيقه هو لون من الوان معارض كلامهم ولكل سياق قرائنه ولكل سياق جوه الخاص به حين كتب إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في الرسالة الأولى هكذا خاطبه للأخ السديد والولي الرشيد وفي نسخة والمولى الرشيد فهل أن المفيد كان أخا سديدا لصاحب الزمان أي منطق هذا الإمام هنا يريد احترامه يريد بيان منزلته ليس إلا هذا الكلام في سياق المدارات وفي أوضح صور المدارات النبي صلى الله عليه واله حين يقول: علي مني وانا من علي. وحينما يقول امير المؤمنين انا من محمد كالضوء من الضوء وحينما يقول رسول الله حسين مني وانا من حسين هل هذه التراكيب كما يقول ائمتنا مثلا شيعتنا منا ونحن منهم اي كلام من هذا؟ اي منطق من هذا؟ ذلك سياق فيما بينهم لا شان لنا به صلوات الله عليهم تلك شؤونهم فيما بينهم إنها شؤون الحقيقة إنها شؤون الأنوار إنها عالم ما فوق التخيل والتصور إنه عالم بعيد عن اللغة بكل قيودها وأغلالها وضيقها وزنزاناتها المظلمة لكن الأئمة حين يقولون شيعتنا منا ونحن منهم هذا سياق اخر سياق بحسب وبحسبكم نذهب الى فاصل. عن زائده, عن زائدة بن ابن قدامة. قدامه عن عبد, عن عبد الكريم. الكريم قال ذكر, ذكر... عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال, فقال اختلاف, اختلاف الشيعه بينهم بينه وعن جابر, جابر الجعفي, الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله, وسلامه, صلوات الله عليه وسلامه عليه يخاطب جابرا, جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفه والحيره قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن, وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما, ولما تكثر, تكثر القتلى, القتلى بين, بين الحيره والكوفة, والكوفه الخلاصه هناك سياقات في كلامهم وحديثهم هناك سياق الحقيقه واوضح قرينه تدل عليه ان يكون الحديث في شؤونهم فيما بينهم قطعا مع سائر التفاصيل الاخرى التي ترتبط باجواء النص النصوص المهمه يكون لها سياق ويكون لها جو خاص بها نستطيع أن نجمع مفردات ذلك الجو من القرائن المقالية من القرائن الحالية التي تفهم في ضوء فهمنا الدقيق للقرائن المقالية التي ترتبط بالاحداث التاريخية التي نعرفها فهناك سياق الحقيقة وله قرائنه وهناك سياق المدارات والمدارات على مراتب هناك مدارات واضحة جدا مثل ما جاء في حديث إمامنا الرضا حيث ذكر زكريا بن آدم وذكر إلى جانبه الإمام الكاظم مثل ما جاء في حديث إمامنا الهادي حين ذكر عبد العظيم الحسني وذكر إلى جانبه سيد الشهداء أعتقد أن الأمثلة الأخرى كانت واضحة لا أريد أن أكرر طلبا للاختصار فهناك سياق المدارات ما جاء من ذكر في الأحاديث التي قرأتها من كتاب سليم بن قيس من أن هارون أسوة للأمير صلوات الله وسلامه عليه الكلام من سياق المدارات الواضحة الكلام موجه للأمة والحديث فيما بين محمد وآل محمد وشيعته الكلام هنا كلام في شؤون محمد وآل محمد وشيعته لن يكون الشيعي بأي حال من الأحوال أسوة لمحمد وأهل محمد لكن مقام المداراة الواضحة والشديدة هو الذي يدفع إلى هذا. بينما ما جاء في رسالة إمام زماننا الكلام واضح ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن عقب الدار قوة الناس وصراحة الرسالة البيان المتدفق في تشديد المطلب والكلام عن الإمام الحجة وعن الصديقه الكبرى في شؤونهم فيما بينهم هذا سياق الحقيقه وسياق الحقيقه يختلف اختلافا كاملا عن سياق المدارات من هنا جاء استدلالي بهذا التوقيع الشريف اتمنى ان يكون الجواب واضحا ونافعا ومفيدا، نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علاماتٍ تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في اخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم السؤال الثاني من اسئله الاخت العزيزه الفاضله من السعوديه يرتبط بالايه العاشره بعد المئه بعد البسمله من سوره يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين هذه الايه من الايات المركزه جدا ومن الايات التي تهز وجدان من يتدبر فيها حتى اذا استياس الرسل الحديث عن الرسل وظنوا انهم قد كذبوا لا بد ان اميز لكم بين حتى اذا ياس الرسل الايه ما قالت هكذا حتى اذا استياس الرسل ياس فلان عرض عليه الياس لاسباب معينه هناك الكثير من الاسباب في الحياه تبعث على الياس عند الناس ياس فلان لسبب من الاسباب او لعده اسباب عرض الياس عليه لكن اذا قلت استياس استياس اختلف الكلام هنا ياس هذه ماده فعل استياس استفعل اختلفت الماده واختلفت الهيئه وكما يقولون زياده المباني داله على زياده المعاني حينما تكثر حروف الكلمه فان المعنى سيكون اكثر صنع واصطنع صنع لها دلالتها واصطنع هناك حروف زائدة هذه الحروف التي زادت في المباني تدل على زيادة المعاني يأس شيء واستيأس شيء يأس فلان عرض عليه اليأس أما استيأس فإنه يذهب بنفسه باحثا عن الاسباب التي تجعله يائسا، فارق كبير، يأس عرض اليأس عليه والاسباب خارجه عنه، استيأس انه يبحث بنفسه ويحاول ان يجد الاسباب التي يبني ياسه عليها لماذا لكثره معاناته الايه خطيره خطيره جدا حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا وصلهم من المعلومات ما ليس صحيحا ماذا تقول الروايات والاحاديث هذا تفسير القمي جامع من جوامع احاديثنا التفسيريه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان صفحة 334 بخصوص الآية التي أتحدث بصددها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا بسند القمي عن ابي بصير عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الامام يقول وكلهم الله الى انفسهم وكل الرسل وكلهم الله الى انفسهم الرسل شيعه هذا ما هو بامر مستغرب الرسل شيعه وحينما يوكلون الى انفسهم يوكلون الى انفسهم بحسب منازلهم بحسب مراتبهم وكلهم الله الى انفسهم بسبب هذا الذي جرى عليهم ماذا حدث؟ فظنوا ان الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكه بسبب المعاناه وبسبب صعوبه الظروف التي تحيط بهم الله سبحانه وتعالى وجد ما وجد فيهم فوكلهم الى انفسهم. هم لم يظنوا سوءا بالله ولم يظنوا سوءا بالملائكه ولم يظنوا سوءا بدينهم ولكنهم هكذا حللوا الامر من ان المعلومات التي وصلتهم والتي اخبرتهم على سبيل المثال من ان النصر قريب هذه المعلومات لم تكن من الله ولم تكن من الملائكه وانما قد اخترقوا من البرنامج الابليسي من الشياطين ابليس ارسل شياطينهم الى الرسل وخيلوا إليهم أنهم ملائكة وخدعوهم فالرسل لم يسيئوا ظنا بالله ولم يسيئوا ظنا بالملائكة وإنما هكذا حللوا الأمر حينما وجدوا الطريق أمامهم مغلقة. طريق الحق طريق مرير طريق مرير يعمل العاملون فيه ولا يلمسون نتيجه لا يلمسون نتيجه انقل لكم من تجربتي الصغيره عبر السنين الطويله في هذا المسير تساقط الكثيرون في الطريق لماذا تساقطوا قد يضعون اسبابا واسبابا لكن السبب الحقيقي انهم لا يلمسون نتائج دنيويه في هذا الطريق وهذا امر يصعب احتماله فان الانسان يعمل ويعمل ويعمل وليس من نتيجه دنيويه ملموسه يبذل قصارى جهده في ان يكون صادقا وهو صادق ويقيم الادله والحقائق على صدقه يكذب بسهوله والكذابون في الجهه الاخرى يطرحون اكاذيبهم من دون ادله وكلامهم كذبه واضح يصدق كذبهم ويكذب الصدق الذي تقوم عليه الادله والحقائق والبراهين يحسن العاملون في الطريق فيساء اليهم وينقلب احسانهم الى كفر والى شتيمة ويسيء الطرف الاخر والاساءة واضحة فإما ان تنشأ الاعذار بعد الاعذار واما ان تقلب الاساءة الى كرامة والى منقبة طريق مرير طريق مرير طريق مرير هذا هو طريق الحق هذا هو طريق الانبياء حينما تحاصرهم تحاصرهم الظروف القاهره ويكون ما يكون على أي حال نحن والروايات وكلهم الله إلى أنفسهم قطعا لضعف فيهم وكلهم الله إلى أنفسهم قطعا لضعف فيهم لكنه ما هو بضعف يسيئون الظن فيه بالله او يسيئون الظن فيه بالملائكه والاولياء الكاملين ولا هم يسيئون الظن بدينهم انما هذا الضيق الشديد هو الذي ادى ان يكونوا في حاله ان وكلهم الله الى انفسهم ليس عقوبه لهم كي يستشعروا عظيم النعمه بعد ذلك مثلما يلقي سبحانه وتعالى الادبار على عبده المقبل عليه كي لا يبقى مقبلا بنحو مستمر وهذا الاقبال يسبب له غفله يسبب له غفله عن صغر شانه عن صغر مقامه يسبب له غفله عن مدى قصوره وتقصيره فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الخلق الى الله كالاباعر ثم يعود الى نفسه فيراها دون ذلك فاذا كان العبد مقبلا وكان القلب منفتحا للتواصل مع الله للتواصل مع محمد وال محمد في العبادة في المناجاة وفي العمل والطاعة واستمر العبد على هذا الحال فانه شيئا فشيئا حينما يتراكم الاقبال عنده سيدخل في غفلة عن صغر شأنه وعن قلة حاله وعن ضعف مقامه سيتصور انه قد صار في المنازل العالية فلا بد ان يلقى عليه الادبار ليس عقوبة هو لم يكن في مقام يستحق ان يعاقب لكنه يلقى عليه الادبار كي يتذكر ضعف حاله كي يتذكر قصوره وتقصيره وهذا الامر انما يجري على الرسل بنفس هذا الاتجاه بحسب حالهم وشانهم ومقامهم وكلهم الله الى انفسهم فظنوا ان الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة، لقد ظنوا أنهم قد اخترقوا. في تفسير العياشي، وهو جامع آخر من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الثاني. صفحة 213 رقم الحديث 102 عن ابي بصير يروي لنا الرواية عن الامام الباقري وعن الامام الصادق صلوات الله عليهما عن ابي بصير عن ابي جعفر وابي عبد الله صلوات الله عليهما في قوله تعالى: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا مخففة مخففة يعني انها تقرأ كذبوا وليست كذبوا كذبوا قال ظنت الرسل ان الشياطين تمثل لهم على صورة الملائكة هذا المضمون جاء مرويا عن الإمامين عن الامام الباقري والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما المضمون هو هو الذي قرأته عليكم من تفسير القم ظنت الرسل أن الشياطين تمثل لهم على صورة الملائكة اخترقوا اخترقوا من قبل الشياطين المعلومات التي وصلت اليهم لم تكن في مستوى القطع ولذا ظنوا ما ظنوا في عيون اخبار الرضا لشيخنا الصدوق وهذا هو الجزء الأول الباب الخامس عشر الحديث الأول حديث طويل مفصل حديث إمامنا الرضا في مجلس المأمون العباسي وهو يسأله عن أحوال الأنبياء صفحة 179 من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن يخاطب إمامنا الرضا فأخبرني عن قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا قال الرضا صلوات الله عليه يقول الله عز وجل حتى اذا استيأس الرسل من قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا فقال المأمون لله درك يا ابا الحسن. امامنا الرضا لم ينفي المضمون الذي جاء في احاديث الباقر والصادق وانما ذكر جانبا من الحقيقه تحدث عن اقوامهم عن اقوام الرسل اذا كان الرسلُ قد جرى ما جرى عليهم فمن الطبيعي سيجري هذا على اقوامهم فليس هناك من تضارب وتناقض وتعارض بين ما جاء في هذه الروايات والاحاديث الشريفه ما جاء عن امامنا الباقري وعن امامنا الصادق من ان الرسل قد اوكلوا الى انفسهم فكان الذي كان منهم هذا الكلام لا يتعارض مع كلام امامنا الرضا لابد ان نعرف من ان امامنا الرضا في مجالس المأمون كان يظهر جانبا من سيرة الأنبياء لأجل أن يدفع الإشكالات في أذهان الذين يشكلون على محمد وآل محمد من أن الأنبياء ما هم بمعصومين فكيف يكون محمد وال محمد من المعصومين كيف يكون ال محمد من المعصومين عصمه محمد عند النواصب ما هي بعصمه حقيقيه كامله لا اريد ان اناقش كلامهم لا شان لي بهم لهم دينهم ولي ديني حتى عند نواصب سقيفه بني نجف عصمه النبي ليست كامله عودوا الى الطفس عودوا الى الخوء عودوا الى البقيه فهم يتحدثون عن عصمه ناقصه لمحمد صلى الله عليه واله فما بالكم بال محمد فعصمتهم ناقصه عند مراجع حوزة الطوسي عند مراجع حوزة النجف وكربلاء كتبهم دالة على ذلك أنا لا أريد أن أتحدث عن قبائح عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء في محمد وآل محمد فلقد تحدثت عنها كثيرا وبالوثائق والحقائق والدقائق، عودوا إلى برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، وتتبعوا الحقائق بأنفسكم، أو تابعوا ما يعرض على هذه الشاشة، على شاشة قناة القمر الفضائية. امامنا الرضا في احاديثه في مجالس المامون كان يحاول ان يدفع كل اشكال يثار على الانبياء انا لا اقصد ان الامام الرضا كان يضللنا يضلل مستمعيه ابدا هو يعرض جانبا من سيره اولئك الانبياء من سيرة اولئك الرسل فهنا إمامنا الرضا تحدث عن اقوامهم لكنه لم ينفي ما جاء مذكورا عن إمامنا الباقر والصادق المشكله التي تحدثت الايه عنها كانت في الرسل شيء طبيعي ستكون في اقوامهم اذا كان الرسل قد عرضت عليهم هذه المشكله فان المشكله ستكون عارضه على اقوامهم بشكل طبيعي وطبيعي جدا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وحينئذ سيرتفع الاشكال سيرتفع الاشكال من الرسل وسيرتفع الاشكال من اقوامهم ايضا لان مجيء النصر سيلغي وسينسخ الذي كان قبله نذهب الى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبى عند عبد, الله عبد الله إمامنا, إمامنا الصادق, الصادق صلوات الله, صلوات الله عليه. عليه إذ, إذ دخل عليه, مهزم, عليه. مهزم, الأسدي. مهزم الأسدي فقال أخبرني, أخبرني. جعلت, جعلت فداك في في متى, متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال فقطال يا مهزم, مهزم كذب الوقاتون، وهلك المستعجلون، ونجا المسلمون، والينا يصيرون. عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الصادق صلوات, صلوات الله, الله عليه, عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن ان تكذب فلسنا نوقت لاحد وقتا موضوع منزلة الأنبياء في الثقافة الشيعية يشكل مشكلة كبيرة في التفكير العقائدي لأن مراجع حوزة النجف وكربلاء عبر كتبهم عبر دروسهم عبر وكلائهم عبر خطبائهم في الأزمنة السابقة عبر فضائياتهم في زماننا هذا جعلوا الأنبياء أعلى منزلة من محمد وآل محمد وهم بذلك يسيرون على منهج نواصب سقيفة بني ساعد ما هم أيضا نواصب هم نواصب الشيعة أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء أتحدث عنهم جميعا عن أمواتهم عن أحيائهم عن المترصدين والمنتظرين موت السيستاني كي يقفزوا على المرجعية بقدر ما يستطيعون انهم يستعدون للدخول في معركه التهارش تهارش الكلاب على الجيف تهارش الخنازير صراع الخنازير على معلف النجاسه والقذاره هذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزته سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة والأمر مستمر على نفس القباحة والقذارة إلى هذه اللحظة ويبدو أن الأمر سيستمر إلى وقت الظهور الشريف ليس هناك من أمل للتغيير وليس هناك من امل في الاصلاح هذا هو الذي يدل عليه الواقع الشيعي التافه الوسخ البائس بسبب ايات الله العظمى من الكذابين السفله الذين يدعون انهم على دين محمد وال محمد وهم على دين سقيفه بني ساعده هذه هي الحقيقة من الآخر. والمشكلة هي المشكلة من أن الشيعة لا زالوا حبيسين في مرحلة التنزيل. الكلام عن الأنبياء ومن أنهم العنوان الأول في الدين هذا منطق دين الأعراب منطق مرحلة التنزيل. العنوان الاول في الدين محمد وال محمد والانبياء من شيعتهم وفي شيعه محمد وال محمد من هو في المراتب العاليه التي تكون اعلى من مراتب الانبياء من شيعه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اتمنى ان تكون الاجابه كافيه ووافيه السؤال الثالث في هذه الحلقه ساتحدث عنه اجمالا وساترك الاجابه عليه إلى حلقة يوم غد، السؤال من الأخ العزيز سيف الله الفضلي من بغداد، سؤاله سؤال الأخ العزيز سيف الله عن السفياني وعن موقفه من شيعة العراق وعن موقف شيعه العراق منه هذا سؤال بحاجه الى تفصيل في القول الوقت المتبقي لا يكفي والموضوع موضوع مهم جدا ساجيب على السؤال بنحو مفصل في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى لكنني اقول للسائل العزيز بالاجمال هناك روايات في كتب المخالف لا اريد ان اشير اليها قد اشير اليها اجمالا في حلقه يوم غد ان كان هناك من متسع من الوقت الروايات في كتبنا بخصوص السفياني تتخذ مسارين المسار الأول من أن السفيانية سيكون في حالة عداء شديد ومستمر مع شيعة العراق عموما ومن أن شيعة العراق عموما سيكونون في حالة عداء مستمر وشديد معه هذا المضمون ورد في رواياتنا هذا المسار الأول المسار الثاني من أن السفيانية سيعادي بعض شيعة العراق وسيقتل بعضا منهم لكن الأعم الأغلب سيبايع السفياني وذلك ان جيشه سينزل النجف ومراجع النجف وعمائم النجف ستناصره هذا المضمون الذي اتحدث عنه دائما لان الروايات والاحاديث التي ترسم الصوره الاخيره لشيعه العراق ترسم هذه الصوره مع احتمال السيناريو الاول مع احتمال المسار الاول لكنني اتحدث عن هذا الموضوع دائما لامرين الامر الاول ما اجده في الروايات من ان الصوره الاخيره هي هذه بحسب فهمي ومتابعتي للاحاديث والروايات والامر الثاني هذا السيناريو هو الاخطر انما اتحدث عن لعل شيعة العراق يصلحون من حالهم كي يغيروا هذا التقدير قانون البدائي فاعل في جميع الاوقات ويمكن لشيعة العراق ان يغيروا هذا التقدير بحسب عملهم بحسب مواقفهم لهذا السبب دائما اذكر هذا المسار اذكر هذا السيناريو لكنني في يوم غد ساجيب على سؤال السائل بطرح اجمالي لكل مسار اشارت اليه الروايات والاحاديث الشريفه فيما يرتبط بشخصيه السفياني ومشروع السفياني وعلاقه السفياني بشيعه العراق وعلاقه شيعه العراق بالسفياني السؤال اؤجله اؤجل اجابته الى حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى هذا الموضوع موضوع خطير وخطير جدا اتمنى ان تكون حلقه يوم غد مفيده ونافعه لكم انني اتحدث مع الذين ينتظرون امام زمانهم مع الذين عيونهم على الدرب يترقبون الاحداث والوقائع والعلائم والاشارات اخر شيء اريد الاشاره اليه لكن بعد الفاصل عن أبي, أبي حمزة, حمزة الثمالي قال, قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله, الله عليه علي. يا, يا أبا حمزة, حمزة. يخرج, يخرج أحدكم فراسخة, فراسخة. فيطلب, فيطلب لنفسه, لنفسه دليلا وانت بطرق السماء اجهل منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله رسالة شفهية شفوية وصلتني من النجف قبل أن أدخل إلى الاستوديو قبل دخولي إلى الاستوديو وصلتني هذه الرسالة الشفهيه من النجف عبر احد الساده الافاضل هنا في لندن من مشاهد كان يشاهد حلقه يوم امس فاتصل بالسيد الفاضل الذي أشرت إليه وطلب منه أن يوصل رسالته الشفهية إليه ووصلت وصلت الرسالة ما هو مضمونها مضمونها يخاطبني بعد السلام يقول يا ليتني لم اشاهد حلقه يوم امس اعتقد انه يتحدث عن الجزء الاخير من حلقه يوم امس عن موضوع التقليد وعن الحلول التي طرحتها وتحدثت عنها هذا الذي فهمته يبلغني السلام ويقول يا ليتني لم اكن قد شاهدت حلقه يوم امس ويا ليتك يخاطبني ويا ليتك تركتنا ديخيين ولم تنبهنا الى حقيقه الواقع الشيعي لو بقينا ديخيين فان ذلك سيكون اكثر راحه لنا انا اقرا مضمون الرساله ليس في الفاظها وانما هذا حديث عن حرقه قلب هذا الذي اقراه في الرساله انه لا يقصد الدلاله اللغويه لهذه الكلمات انه يتحدث عن حرقه عن حرقه قلب واقول لهذا الاخ العزيز رسالتك وصلت واخبرتني عن حرقه قلبك هذه الحرقه هي التي ستكون شفيعا لك عند امام زمانك حرقه قلوبنا هذه هي التي ستكون وسيله تكون سببا ان ينظر الينا امام زماننا ان نعيش في ضيق في فناء إمام زماننا أفضل تريليونات المرات أن نعيش في سعة بعيداً عن فنائه أن نعيش في حيرة في حيرة في فنائه أفضل تريليونات المرات من أن نعيش في هدئه بال وفي استقرار نفسي مصطنع مكذوب بعيدا عن فنائه ان نعيش على مرض في فنائه أفضل تريليونات المرات من أن نعيش في عافية جسدية بعيداً عن فنائه وفي جوار فناء البتريين والمرجئيين والمقصرين بعيداً عن منهج العترة الطاهرة ما تحدثت به في حلقه يوم امس اقول لمرسل الرساله ما تحدثت به هو الحقيقه بعينها هو وصف للواقع الشيعي البائس هذا هو واقعنا المسؤوليه تقع علي وعليك وعلى الجميع بامكاننا ان نغير واقعنا نحن لا شان لنا باصحاب العمائم فليبقوا على ضلالهم وليبقوا على بتريتهم وليذهبوا الى الجعيم بحوزتهم ومرجعيتهم واخماسهم وسرقاتهم فليذهبوا الى الجعيم بامكانكم انتم اخاطب شباب الشيعه من طلاب الثانويات والمعاهد والجامعات اخاطب المثقفين والاعلاميين من الشيعه الذين عرفوا الحقيقه أخاطب أصحاب الحسينيات وأصحاب المواكب والهيئات من الذين عرفوا الحقيقه هذه المسؤوليه مثلما هي في عنقي هي في أعناقكم إمام زماننا مثل ما ينظر إلي ينظر إليكم ومثل ما ينظر إليكم ينظر إلي نحن شيعته نحن قاصرون مقصرون مخطئون مذنبون كل العيوب فينا ولكننا شيعته نحن شيعته المتوقع منا ان نعمل ان نتحرك لا شان لنا بالاخرين اذا كان الاخرون يريدون أن يبقوا مرتكسين في نجاسات النواصب، فتعالوا كي نطهر أنفسنا، كي نطهر عقولنا، كي نطهر قلوبنا، ومثل ما يقولون قطرة قطرة تمتل الجرة، الوقت في صالحنا من جهة. وليس في صالحنا من جهه اخرى اذا لم نسرع في العمل فان الوقت ليس بصالحنا واذا اسرعنا في العمل فان الوقت بصالحنا انا لا اتحدث عن مشروع سياسي ولا اتحدث عن مشروع زعامه دينيه أنا أتحدث عن وعي جماهيري هذا الذي أتحدث عنه. إذا انشغلنا بالسياسة وقذارات السياسة فلن نفلح في شيء. ما هم الشيعة منذ 2003 ماذا فعل سياسيو الشيعة بشيعة العراق؟ في كل يوم يتغوطون على رؤوسهم يوما بعد يوم في كل يوم يطعمونهم الغائط بعد الغائط لا شان لنا بهؤلاء السياسيين ولا شان لنا بالزعامات الدينيه التي هي اسوا من السياسيين السياسيون يتغوطون على الشيعة ببركات المرجعية الدينية التي لا زال تغوطها مستمرا في عقول الشيعة ورؤوسهم ما هم هؤلاء اتحدث عن السياسيين نتاج اولئك نتاج تلك المرجعيه التي دمرت دين الشيعه عبر القرون منذ زمن الطوسي والى يومنا هذا يدمرون دين محمد وال محمد هذه هي الحقيقه من الاخر وقت الحلقه انتهى لا اريد ان اتحدث كثيرا في هذا المضمار فلطالما تحدثت وتحدثت وتحدثت ولكن لا فائده من الحديث. نلتقي غدا وسيكون الحديث عن السفياني. اسالكم الدعاء جميعا في امان الله.